عبد المجيد بوجرة برج المراقبة الخلفية في المنتخب الجزائري، لاعب لامست قدماه ميادين الكرة في ثلاث قارات وعرف مع منتخب بلاده الأفراح والانكسارات. ذو 30 ربيعا يعرف تماما أن كرة القدم تعني الكثير لأبناء شعبه، ويدرك أن عليه وزملائه تقديم أفضل أداء ممكن أمام الغريم بوركينا فاسو. نحن كما نقول على مقربة من الهدف، إننا في الخطوات النهائية قبل أن نصل إلى الموعد الكبير. هذا الموعد سيكون إن شاء الله مع بوركينا فاسو. الموضوع يشغلني منذ لحظة القرعة النهائية، كل شوق لهذا اللقاء. شعبنا أيضا ينتظر اللقاء بشغف. أنتم تعرفون أن مثل هذه اللقاءات يمكنها أن تغير حياة الكثيرين. من المهم لنا ولبلدنا أن ننتصر، ونحن عازمون على أن نخذل أنصارنا الكثيرين. إنني في طريقي إلى الجزائر، علي أن أعترف إنني مرهق قليلا، لكنني في أتم الجاهزية لأكون في خدمة بلدي مع كل زملائي. اللقاء الفاصل الذي يجمع الجزائر مع بوركينا فاسو هو تكرار للقاء السابق بينهما في التصفية الإفريقية، لكن بوغي يعرف أن الحسابات هذه المرة ستكون مختلفة. التقينا ببوركينا فاسو سابقا، لقد هزمناهم بهدفين في ذلك اللقاء، لكن ذلك لا يعني أي شيء في الوقت الحالي. هم فريق قوي ملتزم تكتيكيا، وسنلعب لديهم أول لقاء، سيكون لقاء صعبا بالتأكيد. إنهم فريق نشط نهائي كأس إفريقيا الماضية، هذا دليل تطورهم. أيضا هم لم يشاركوا في كأس العالم، ما يعني أن طموحهم ودافعيتهم سيكون أكبر، وعلينا أن نقدر هذا وأن نتعامل معه بحرص وبحذر شديد. ستلعب المباراة في الأذهان قبل أن تلعب بالأبدان، ونحن سنحاول أن نكون في المستوى ونقدم ما يرضي جمهورنا إن شاء الله. بوغي يعرف أيضا أن الرهان سيكون كبيرا، لكن الأمل سيكون الحليف الأكبر في هذا المشوار الصعب.